باشرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية مهامها في محافظة فيفا بمنطقة جازان، حيث يتميز هذا القطاع بالمعرفة التامة بالتضاريس والطرق الوعرة بالجبال والقدرة على تصدي محاولات التسلل الغير مشروعة عبر الحدود الجبلية مع اليمن الشقيق. الحقيقة انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة فيفا اليوم تكاملا مع المحافظات اللي انطلقت فيها الدوريات، يعني يعتبر من ضمن مهام الأفواج الأمنية إن شاء الله في منطقة جازان وامتدادا أيضا للمناطق الجنوبية. والحقيقة كل اللي تم اليوم أو اللي شاهدته بتوجيهات ودعم ومساندة سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله، حريص دائما على أنه رفع جاهزية وكفاءة الأفواج الأمنية أسوة بالقطاعات الأمنية الأخرى، وحريص على أن يتم التكامل الأمني بين القطاعات الأمنية لتحقيق السيطرة الأمنية بالمحافظات الحدودية. من أهم مهامها في محافظة فيفا التعزيز التام لجهود حرس الحدود وشرطة منطقة جازان والإدارة العامة للمجاهدين في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة النارية. ولا شك يعني أنه كل ما يتم يعني نتيجة لحرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مساندة ودعم القطاعات الأمنية والعسكرية لتأدية مهامها في خدمة الأمن والاستقرار للوطن كاملا بمن على أرضه من المواطنين والمقيمين. الجدير بالذكر أن قوات الأفواج الأمنية تعد من القطاعات الجديدة بوزارة الداخلية، وهي قوة مساندة أولى لقوات حرس الحدود، وتعمل وفق خطة استراتيجية معتمدة لنشر دورياتها في كافة المناطق الجبلية والأودية بالمناطق الجنوبية. مهند المالكي، جازان.